من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وانت في الحج، وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.